القتل بالرصاص واستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة أساليب لم تعد فعالة أمام موجة تظاهرات عارمة اجتاحت وسط وجنوبي العراق منذ مطلع تموز الجاري. فالمتظاهرون العراقيون مستمرون في تظاهراتهم الغاضبة على فساد الحكومة وهيمنة الأحزاب الحاكمة على السلطة. الناشطون في التظاهرات أطلقوا دعوات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لتظاهرات موحدة في محافظات البصرة وواسط وميسان والمثنى والقادسية وذي قار وكربلاء والنجف وبابل وبغداد في 20 تموز، متحدين بذلك حملات الخطف والإخفاء القسري على يد ميليشيات الأحزاب الحاكمة التي بلغت ذروتها في الساعات القليلة الماضية. 41 ناشطا في التظاهرات الشعبية سجل اختفاؤهم منذ اليوم الأول لهذه المظاهرات في 6 محافظات من بينها العاصمة بغداد، بينما تنكر القوات الحكومية أي صلة لها باختفاء الناشطين. لكن التظاهرات تجددت في مدن جنوبي العراق على الرغم من عمليات القمع الواسعة التي نفذتها القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب الحاكمة. ويقول ناشطون في محافظة البصرة إن القوات الحكومية ما زالت تستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين رغم ابتعادهم عن محيط حقول النفط والشركات النفطية. عمليات قمع المتظاهرين بمختلف أشكالها لم يلتفت إليها سكان منطقتي الشعلة والكرادة في بغداد الذين أعلنوا عزمهم الخروج يوم الجمعة بتظاهرات تؤيد تظاهرات جنوبي العراق. فالمعاناة من الفساد الحكومي وسطوة الميليشيات والأحزاب التي تقف خلفها باتت قاسما مشتركا لدى جميع العراقيين.